هل كتير من السيدات قالوا لي وبيطرحوا السؤال ده على نطاق واسع جدا، عمل مسألة عمل المرأة فيها قلق برضو عند الناس من التيار ده؟ احنا قلنا 5000 مرة القلق كله ناس بيصنعوها تزوير ويهاجموه، ما فيش حد بيبقى قال حاجة. عمل المرأة، المرأة عندي انا شخصيا، بلاش حتى عند، عبارة عن فترتين زمنيتين، اما فترة هي فيها مشغولة مثلا بتخلف وترضع وتحمل وتتجوز، واما فتره فيها مش مشغوله، اتخرجت ولسه ما اتجوزتش، اتجوزت ولسه ما خلفتش، خلفت ولادها وكبروا. كبروا، حاجه زي كده. الفتره المشغوله فيها لازم احترم ان في حاجه اسمها الامومه، ده شيء مقدس وموقر، وفي شيء اسمه الزوجيه، وفي ناس، والفتره اللي فاضيه هي، ومع ذلك في الحالتين هي عندها الحريه. افرض هي مشغولة مش مشغولة، هي حرة، فضلت العمل. ما فيش قانون هيصدر بأن ممنوع، ما فيش كده. طب والاختلاط في مكاتب العمل غير والجامعات؟ جائز، غير جائز، غير جائز، غير جائز، لأنه أنا النهاردة أروح أشتغل، حضرتك مثلا بترأس تحرير صحيفة، بتروح تشتغل من الصبح الساعة 8 ولا 9 الصبح لغاية، وجايز تبات وفي طوارئ وغرف عمليات و و و و فاللي بيحصل ايه؟ ان لما يبقى الزوج مشغول عن زوجته والزوجه مشغوله عن زوجها، والبديل انه بيجي موظف، واحنا كلنا عارفين، احنا هنضحك على بعض، يجي موظف بيقعد يوميا كل يوم الصبح 7 8 9 10 ساعات في مكتب واحد مغلق علي وعلى زميلتي لمده 10 15 سنه. هم كتير. ما هو ده برضه وارد، احنا لازم نراعي القيم الاجتماعيه. يعني انا في الجريده اللي بشتغل فيها في نيوز روم كبير جدا، في 150 محرر قاعدين مع بعض. كبير جدا، كلنا قاعدين مع بعض، صاله مفتوحه حوالي 1000 متر، نيوز روم كل واحد على مكتبه بنتواصل مع بعض. في سيدات وفي رجال. هل وقتها لازم يكون السيدات لهم مكان والرجال لهم مكان؟ يعني في الحقيقة انه علشان ارعى حق دين ربنا سبحانه وتعالى، ولا اكذب الله سبحانه وتعالى، وجود الاختلاط الزائد الذي يجعل الرجال والنساء مع بعض في مكان واحد لمدة طويلة جدا، بينهم نكت وأخبار وضحك، وده زعلان فدي تواسيه وده تواسيها، وده نكتة وده ضحكة وده كذا، وأفتح مجال مقارنات بين الرجال وبعضهم وكلام ده، هذا كلام أجنبي عن ديننا، أجنبي عن مجتمعنا، وفي نفس الوقت ليس هناك ما لقد توترت ينفع. أنا لقد توترت. وخليني أقول لك على حاجة، طيب مثلا إيه رأيك أزيل التوتر ده؟ زيلو، اصل انا مثلا رئيس تحرير جريده وهقول لك مثلا ان هذه صحيفه قطاع خاص، وانا سيستم العمل عندي لا يجوز فيه ده، وانا مش هنفذ التعليمات دي، وانا حجيت مرتين ومسلم وبصوم وبصلي وعملت 700 عمره. كويس قوي قوي قوي. وانا مسلم، لكن انا نظام شغلي في المؤسسه القطاع الخاص دي، وانا صريح معاك وهذا نقاش، انا مش هنفذ الكلام ده، اما مش هشتغل صحافه. عشان كده انا جاوبت حضرتك انه انا عندي اجابات رئاسيه وعندي إجابات ثقافية، رأي أقول لك رأيي. إنما أنت لما تيجي تترجم هذا إلى أنه كيف ستسير القوانين، لا شك أنك لا يمكن يبقى النظام النهاردة أن في البنوك وفي الصحف وفي الجامعات وفي الشوارع وفي و و و و الأوضاع بهذه الصورة، وتنفذ الكلام ده في نفس اليوم اللي هتمسك فيه الرئاسة، ولا بعد شهر ولا بعد شهرين ولا بعد ثلاثة. لازم اعرف ان انا قدام شخص عنده حكمه، عنده تصور ان المجتمع زي اللي انا اول سؤال اجبت عنه، ان انا بنقل المجتمع تدريج ليستشعر راحته النفسيه. انا شفت في الوزارات، مش انا شغلي، مش انا صاحب مكتب، كنت اتعامل طوال عمري مع كل مؤسسات الدوله، بدءا من البنوك والعقود والبورصه الى التموين والمحليات الى القضاء والنيابه الى الشرطه، أعرف تماما أن الموظفين والموظفات هم اللي بيسعوا إلى وجود راحة بينهم وبين بعض في المكاتب، بيعملوها كده طبيعة المجتمع المصري. فبالتالي رئاسيا ما فيش حد هيجي يمسك واحد يروح لوي دراعه ورا جسمه يقول له اعمل المسدس في ظهرك، وإنما في رقي اجتماعي يظل آخذا في التنفيذ حتى تبقى على راحة المجتمع. الأستاذ محمد البرغوثي رئيس التحرير بيقول لي في الإيربيس، بيقول لي هو كمان في الأهرام صعب يشتغل بالطريقة دي. خلاص، يعني مؤسستين بقى، المصري والأهرام. حضرتك هتسألني عن مصر اليوم وهو عن الأهرام، وعايزين واحد تالت عن الجمهورية، ما هي الإجابة واحدة، ما خلاص يعني الإجابة تونس زي ما بقول. طيب أنا عايز أقول حاجة،
هو استشعار الغربة الشديدة قوي قوي قوي، لدرجة انه انت حضرتك ملاحظ الحوار ماشي ازاي؟ كله احنا قاعدين نقول طب يا جماعة الخمرة، طب الربا، ما احنا لازم نعرف تفكيرك، طب الاختلاط، طب هو ده للمجتمع يا استاذ مجدي؟ ما هي دي اسئلة الناس كلها، دي تهمة رهيبة. طب انا عايز اقول لك على حاجة، المجتمع يحب ان ينتقل نقلة طيبة يا اخي سبحان الله. خلينا نرجع للسيدة عائشة السلف الصالح مثلا، كانت تعطي العلم للصحابة. والسيدة عائشة ليه؟ انا مراتي، انا شخصيا بتعمل، انا شخصيا، ما هي تعطي في المجال العمل التطوعي دورات علمية وثقافية وتتولى نشاط اجتماعي، ووالدتي هكذا، والسيدة عائشة كانت بتعطي العلم للصحابة الرجال، ونفس الكلام السيدة عائشة كانت عالمة رفيعة القدر، فكان ومش السيدة عائشة بعد بس، حتى في العصور اللي بعد كده المرأة المسلمة في المفهوم الإخواني والمفهوم السلفي والمفهوم القندهاري والمفهوم اللي بيقولوا عليه ده كله، ما كانش اختلاط. ما هو الاختلاط ده مش ممنوع، الاختلاط الطارئ ده مش ممنوع، يعني الاختلاط بمعنى انها تلقي محاضرة ويستمع اليها، ده مش ممنوع، دي كانت ده احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. البخاري تفتح البخاري يقول لك عن فلان عن فلانة، فلان روى عن فلانة، يعني صحابي او راوي بيروي عن راوية، فده مش موجود الاختلاط ده بمعنى، والكلام في الشوارع وفي الطرقات وانا في محاضراتي مش فيه، وفي ناس بيجوا بستقبلهم ندوات ومحاضرات وفي العمل مش انا عندي قضايا، انا كان عندي سيدة موكلة في مكتبي تعقد عقود دولية بين مصانع ألمانية ودولة تنزانيا عن طريق وسيط في مصر، فكنت أعقد العقد بين هذه السيدة المصرية وبين طرف ألماني وطرف تنزاني علشان يوصلوا لعقود. طب ما ده تعاملات، والسيدة خديجة كانت تدير تجارتها ومعها وكلاء تجاريين، كل ده مش ممنوع. رأيك ايه في الشابات والبنات والفتيات اللي شاركنا في ثورة التحرير من 25 يناير لغاية دلوقتي مع الشباب في التحرير؟ لا شك انه اذا كنت بتتكلم حضرتك عن المفهوم الاسلامي، ما عشان كده بقول احنا محتاجين كلنا نرتقي في الثقافة الاسلامية، نفهم الاسلام. ما حضرتك عشان بتقول في خطأ فهم الثقافة، لازم استوضح منك كل ده. برافو، ما عشان كده سعيد جدا بالاسئلة، والحقيقة رائع، انا سعيد جدا يعني. فأنا عندي بيعة تأسيس الدولة في الإسلام، بيعة سياسية كان فيها رجالة وفيها ستات. الستات اللي كانوا موجودين دول كل واحدة منهم معاها أبوها أو أخوها أو زوجها أو غيره، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيعها، قال لها بيعيني على تأسيس الدولة الإسلامية. كان ممكن يقول لها خلاص يا ستي جوزك قال أو الإسلام فيه أصابت امرأة وأخطأ عمر، فيه قيام المرأة بحق المجتمع، في انها تخرج وتشهد الجمع والجماعات، في الكلام ده كله. مش حضرتك دلوقتي بيقول لك مثلا بلاش استخدام المساجد في الدعايه السياسيه الانتخابيه؟ الكلام ده تخريف، ده قد يكون مفهوم دين اخر. انما عندنا لا، امام المسجد يجب ان يدعو ده يوم السبت وده يوم الحد وده يوم الاثنين ليلتقي بجمهور الناس. دور المسجد في الاسلام لا، عشان كده تسمى جامع، جامع مؤسسة ثقافية، جامع للحوار كمان. تعال كلم الناس، انما تقول للمساجد اخرسي غير. فالمرأة ودورها في المجتمع ومشاركتها في الحياة العامة، وانها تجيب الناس، راحت للرسول عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله انا وافدة النساء اليك. عارف ده معناه ايه؟ ان كان في مؤتمر، والمؤتمر اصفر عن وفد، وراحت الوافدة اليه بال كلام. طيب موجود استاذ حازم صلاح ابو اسماعيل، اسمح لي بقى، لان الدنيا عندنا في الكنترول التليفونات هتكسر الدنيا.